بقى روشن عشان فجأة قصرت. هي طويلة. أنا طويلة بس هو البوينت يعني. يلا ورونا مزيكا يا جماعة بقى كده. أنا هوري لحضرتك احنا يعني حركات كده بسيطة. المزيكا دي طبعا اسمها داينج سوان. احنا بنقف كده وبنعمل مثلا حركة اسمها فادبوري. هي حركة رقيقة في الحقيقة، إن الرجلين بتبقى موجوعة شوية يعني. في برضو عايزة أوري لحضرتك حاجة اسمها ريفيرانس، دي اللي هي التحية بتاعت الباليه. بنعمل كده اللي هو الوضع الخامس ثانك يو، ودي تحية الباليه كده اللي هو يعني أول ما بنخش الكلاس وقبل ما بنخرج بنعمل كده يعني. بعدين مثلا بنمشي بنخرج بره وبرجع اقعد مكاني تاني. بيمشي وماشي لطيف جدا.